السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2020. هنتكلم عن الحد الأدنى للتنسيق في كل مرحلة. بس لو أول مرة بتشوفوا القناة، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد، ولايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير وكل الناس تستفاد. كشفت نتيجة الثانوية العامة للعام الجامعي 2019-2020 على أن المؤشرات الأولية للحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لن يقل عن العام الماضي، حيث من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى للمرحلة الأولى عن 97.1% للشعبة العلمية، والحد الأدنى للشعبة الرياضية لن يقل عن 94%، والشعبة الأدبية الحد الأدنى لن يقل عن 80%. وفقا للمؤشرات، في زيادة أعداد الطلاب الناجحين لما فوق 95%. أوضحت المؤشرات الأولية أن الحد الأدنى لكلية الطب لن يقل عن 98.4%، فيما أظهرت المؤشرات أن الحد الأدنى لكلية الهندسة لن يقل عن 93%، وطب الأسنان الحد الأدنى لن يقل عن 98.3%، وكلية الصيدلة لن يقل الحد الأدنى عن 98%. وكشف مصدر مسؤول لوزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية هيناقش في اجتماعه المقبل الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة بجميع القطاعات الجامعات. يا رب إن شاء الله كل الطلبة تحقق أهدافها وتدخل الكلية اللي هي بتحلم بيها وبتتمناها، وبالنجاح وبالتوفيق للجميع. مع السلامة.